مسافة نحو 14 كيلومترا يجتازها ياسر شهريا سيرا على الأقدام رغم إعاقة جزئية في قدمه ليصل إلى منطقة بر الياس في البقاع اللبناني بحثا عن المساعدات الغذائية. وقد لجأ ياسر مع أطفاله التسعة إلى لبنان بعد اندلاع الأزمة السورية، فبدأت حينها رحلته مع المعاناة. طلعنا من بلادنا، بتعرفوا أنتوا الوضع بالتياب اللي علينا، يعني المعاناة من عنية كتير كتير أجار البيوت بشكل لا يوصف. أنا شخص معاق مساوي عملية مغير مفصل، يعني من بيتي لهون بدي تقريبا حوالي 40 دقيقة مشي على إجرية، لازم ناخذ سيارات شغال كتير. وفي إطار جولة أرادت من خلالها معاينة وضع اللاجئين، زارت وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا جوستن جرينينغ المركز مؤكدة دعم بلادها للاجئين والدول المضيفة. نعلن اليوم عن مساعدات إضافية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم. ويقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى جمعية الرؤية العالمية في البقاع نحو 120 ألف لاجئ سوري، تحاول الجمعية بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة أن تؤمن لهم الحاجات المعيشية الأساسية. يأتي إعلان بريطانيا عن زيادة مساعداتها للاجئين السوريين في وقت تتوقع السلطات اللبنانية أن يتضاعف عدد اللاجئين في لبنان مع نهاية العام الحالي. جورج عيد، سكاي نيوز عربية، البقاع.